تاني طب يوم المباراة. رجعتوا ازاي النهارده المباراه والنكسه الرجوع بقى؟ ده فيلم بقى فيها الله يرحمه كابتن زمر عزت، كان وقتها مدير الكوره، مدير اتحاد اللاعب الكوره، وخدونا وقال لك ما فيش طيران يجيبونا مصر مباشره، نجيبوا يعني نرجع ازاي. رحتوا على فين وقتها؟ رحنا بقى ودونا طياره، ودونا لغايه ايه السودان، يعني من اوغندا للسودان. ودونا في السودان، نزلونا في السودان، قعدنا يوم الثاني. صراحه ما كانش فيه فلوس، خدوا معانا فلوس مننا احنا كلاعيبه، عشان الطيران وعشان الحجز. لا، عشان ناكل ونشرب، الاكل والشرب. ناكل ونشرب. فمحمد لطيف الله يرحمه كان هو قايم بالموضوع ده. وبعدين جات لنا مركب من السودان عشان نرجع بمركب اللي هو المراكب اللي هي موجود من السودان لغاية واد حلفة. يعني رجعتوا في مراكب من السودان، فجايين نركبهم، جايين نركبهم، كان الجيش بتاع السودان عايز يروح، فقال لك لا اقعدوا. قعدنا في الجبل، كانت رحلة صعبة. قعدنا في الجبل، وقعد بقى هناكلوا ايه، هنشرب ايه، جاب صفيحة جبنة وكل واحد رغيف، وكل واحد يمشي ياخد الرغيف وحتة ايه، وده الفطار والغدا والعشاء. قبل ما نيجي يجوا علينا بعد كده المركب ترجع تاخدنا من هنا. رجعنا على هنا، رحنا كل واحد بقى ظباط بقى، كل واحد راح الوحدة بتاعته. الرياضة لما توقفت الجيل بتاع الأولمبي ده، يعني مفيش دوري، مفيش ماتشات. لا، هو خده من الأولمبي فاروق السيد والبوري. لا، كابتن سيد طباه كان في الجيش وفي البحرية، وانا وبدأ فتاح ومعظم الأولمبي كان من البحرية. لا، وكلنا ظباط. يعني مش عساكر. كلنا كنا ظباط، يعني كان فترة دهية، فما عملوش غير الحاجة دي، كل واحد راح ودته. وقعدنا بقى شوية، قعدت مع المراقبين الدوليين، رحت المخابرات هناك، وكان معايا عفت، وكان معايا ليوي، وكان معايا مجموعة الكورة، جابوا بتوع الكورة حطوهم ضباط اتصال لنا. حطونا بقى هناك بقى، وقعدنا فترة فترة فترة. قام الدوري لما مات جمال عبد الناصر، وقفوها تاني. رغم يعني صعوبة الفترة دي أيام النكسة وتوقف الكرة في مصر، كابتن شتا رفض الاعتزال وقتها. لا، كنت صغير وقتها يا كابتن. احنا لما قامت النكسة كانت 23 سنة، لسه بتبتدي مشوارك في الكورة. 23 سنة، واخدين السنة اللي قبلها الدوري. والنضوج على رأي كابتن الجوهري، النضوج في 23، بس احنا عندنا نضوج بدري عشان الشوارع واللعب وهنا 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 وهنا. لكن النهارده النضوج، لا، اللعيب متاخر يا كابتن. النهارده اللعيب بيتاخر في الكوره. وانت حضرتك بتقول لي بقى اسماء الجيل الذهبي للاولمبي، عز الدين يعقوب والسكران وفاروق السيد البو